فرسنجي بي بي سي. وينضم إلي الآن على الهاتف من دمشق الصحفي محمد أغا. أستاذ محمد مساء الخير، أهلا بك. وتشكيل هيئة استشارية للمؤتمرين في تركيا، ما مدى أو نوع التحدي الذي يمثله ذلك للرئيس الأسد؟ أستاذ محمد. شكرا لكم. إن المكتوب يبدو من عنوانه منذ البداية، هذا المؤتمر الذي ظهر متمزقا بينما يطلب مصالح شخصية ومصالح عنصرية قومية له كالأكراد مثلا في سوريا، وهؤلاء الذين يختلفون وحتى يتناقضون مع أولئك الذين يقولون أن هناك خطا وطنيا للرئيس الأسد، وهذا صحيح ووطني وهذا مطلب وطني نحن معه تماما ونلتقي مع هؤلاء. والآن أسمع هتافات من خارج هذا المؤتمر، خارج القاعة، أقوى من هتافات هؤلاء المتخرصين بكلمات هجومية غير منطقية يؤيدون النظام والحكومة التي تقوم الآن بإصلاحات واسعة، والتي قام الرئيس بدوره مرسوم الأمس، العفو والعفو عند المقدرة كما يقال، وهو قدير مقتدر ونظامه مستمر في الإصلاحات. هل يمثل ذلك تمزقا وطني أو إيجابي؟ أستاذ محمد، هل يمثل ذلك تمزقا من وجهة نظركم، أم يمثل جوا ربما تفتقر إليه سوريا من الديمقراطية ما بين رأي ورأي آخر قد يخالفه؟ سيدتي، في الحين الذي تقوم به الحكومة بتشكيل لجنة على مستوى عالي من كافة الأحزاب التقاسمية والوطنية والمعتدلة في سوريا في إصلاح في حوار شامل حول التعددية الحزبية والحوار الوطني السياسي للقيام بإصلاحات جذرية، وهذا يقوم به بالطبع على رأسه السيد الرئيس بشار الأسد، وهو الذي يقوم الآن بتصحيح الثوري وثورة في الثورة. هذه حقيقة. هؤلاء لا يمثلون شيئا في رأيي، لأنهم يقولون في تدمير هذا النظام، وأي يعني أن لا يقومون بتدمير الاستقرار والنظام في سوريا. وأولئك الذين يقومون بتظاهرات خارج القاعة هم أبلغ تعبير عن مصلحة المواطن والوطن، وهم الذين يعبرون فعلا عن مسيرة الإصلاح والوطنية. أما الذين هم في الداخل فهم ليسوا مؤتمرين، إنما متآمرون فعلا على المصلحة الوطنية. لماذا ينبغي من قبل أعداء الوطن؟ طيب، لماذا ينبغي أن تكون هناك أي جهة يكون بها معارضة وبها مناوئون للنظام إلى جانب من هم إلى جانب هذا النظام؟ لماذا يكون دائما يجب أن يكون على رأسها رئيس الدولة أو الرئيس القائم على الدولة، في حين أن هذه التيارات التي تصفونها بأنها لا تمثل أحدا في سوريا، من بينها صفوف الأكراد وهي عرقية معروف موجودة في سوريا وموجودة في غيرها من الدول، من جانب يعني هناك من بينها أيضا الإخوان المسلمين، والرئيس الأسد قد أصدر عفوا عاما يشتمل هؤلاء قبل أقل من 48 ساعة. نعم سيدي، هناك مثل الأكراد الذين أعطتهم الحكومة الحق في التجانس والجنسية، وهذا حق وطني ومواطني، وقد أعطوا الحق كمواطنين جميعا. وهناك تجمعات متطرفة تجتمع الآن من أقصى اليمين إن كانت دينية أو سياسية أو أقصى اليسار، وهي معادية للحق الوطني في التآلف وفي الاتحاد الوطني والفكرة الوطنية الواحدة. هؤلاء لا يمثلون الأقليات قليلة سياسية. أما الوطن نحن نعيشه الآن في سوريا هو متلاحم ومتكاتف مع مسيرة الإصلاح، وهذه المسيرة تسير ببطء، تسير بمنطق وخطى وإيدة ومتسقة وواثقة من قبل الرئيس، ونحن معه كلنا كمواطنين وضد كل من يتآمر على الوطن من الخارج أو من أي طرف كان. دعنا ننقل هذه الرؤية